هل يجوز لي أن آكل مع أشخاص لا يصلون أو أن أسكن في شقة معهم، مع العلم أن لكل واحد غرفة في الشقة، ومع العلم أننا في سكن جامع لكثير من الناس؟ جزاكم الله خيرا. مخالطة العصاة لا تجوز إلا على وجه الدعوة لهم والإنكار عليهم، أما مجالستهم ومخالطتهم مع السكوت عن ما هم عليه من كفر ومعصية، لأن ترك الصلاة تعمدا كفرا بالله عز وجل، هذا أمر لا يجوز للمسلم أن يجلس معهم أو أن يسكن معهم، عليك أن تلتمس عملا آخر ومكانا آخر بعيدا عنه. جزاكم الله خيرا.